بداية كرم المركز الوطني للسينما والسمع البصري مجموعة من المخرجين المشاركين في الأيام الوطنية الافتراضية للفيلم القصير، وتحصل كل من علوان محمد على المرتبة الأولى عن فيلم عربي ربيع، أما أيمن بن نور فتحصل على المرتبة الثانية عن فيلم هفوة، وابقى قويا في المرتبة الثالثة. التغطية لعبد الرحيم بن نمري. بعد يعني فتح يعني القاعات السينما وقاعات العرض، احنا ارتأى المركز الوطني للسينما والسمع البصري ان يقوم بتكريم المخرجين الذين تحصلوا على المراتب الثلاث الاولى في الايام الفيلم القصير الذي يعني اشرف على تنظيمها المركز السنه الماضيه في يعني في وقت فيروس كورونا. كانت هذا يعني تم عرض افلام قصيره. التتويج كان عن طريق الفوت، يعني كان تصويت. الفيلم العربي ربيع يحكي على الحقبه تاع الوقت تاع تما قلبوا الاسم اللي هي الربيع العربي في وقت 2011 وكاع. الفيلم توج يعني ماشي اول تتويج تاعو، كان عنده تتويجات واحدين اخرين. شاركت بالفيلم هفوه واللي نال المرتبة الأولى في السودان، ونال المرتبة الثانية في قسنطينة، وفي الثالثة في بجاية، والمرتبة الثانية في الفيلم الافتراضي. فيلم هفوة يحكي على الإنسان على ما بين الواقع الافتراضي. شاركنا بفيلم ستاي سترونغ، هو سيتي ان هوماج بوغ وان سوتيان بوغ لي كونسيرو. هذا الفيلم عملنا عليه انا وسفيان عجال، والفكره كانت تراودني منذ ربع سنين او خمسه، طولت فيها شعري يعني حتى كبر غايه، وكان كنت تاثرت ليدي كانت عندي قلت لك منذ ربع سنين ولا خمسه وانا نربي فيها، كنت تاثرت بواحد الشخصين، واحد الاخت اللي كان فيها الكونسير، وواحد الاخ ثاني خالد بوداوي وزينا زاو، تاثرت بهم بزاف لانهم مروا هذا على هذه المرحله انهم شعرهم طاح ولي تعرف لا شيموثيرابي، ولكن قاوموا كل هذا، ومن بعد كل واحد فيهم اصبح بطل في المجال تاعه.